السلام عليكم ورحمة الله طلبتنا الأعزاء، نتمنى أن تكونوا أنتم وأهليكم وأحبابكم بصحة جيدة، وأن يبعد الله عنكم الأمراض والأسقام. حقيقة في التعليم الإلكتروني لا نستطيع تلبية الطموح وخصوصا في الجانب العملي، ولكن كما يقول المثل ما لا يدرك كله لا يترك جله، ولذلك نستأنف وإياكم إن شاء الله ما بدأنا به بداية هذا الكورس في مختبرات الصيدلة الفيزياوية الثانية. حقيقة بدأنا في المختبر الأول عن كان موضوعنا عن السوليبوليتي، وقلنا أكثر مختبرات الكورس الثاني هي عن السوليبوليتي، وهذه المختبرات تقريبا متشعبة نوعا ما. بدأنا في المختبر الأول، نذكركم به شوية، كان أهم موضوع به هو السوليبوليتي اكسبريشنز، وذكرنا أنه اليو اس بي اليونايتد ستيت فارماكوبيا تعتمد ستيتمنتس للتعبير عن السوليبوليتي، مثلا يقول لك سبارينجلي سوليبول، فريلي سوليبول وإلى آخره، وقلنا هذا الجدول يحفظ لسبب أنه في كتب اليو اس بي، في كتاب اليو اس بي عفوا، يذكر لك فقط انه فلان مادة هي sparingly soluble او freely soluble، وبالتالي انت اذا ما حافظ الجدول ما راح تقدر تعرف انه شنو المقصد من هذا الكلام. وذكرنا ايضا من المواضيع المهمة في بداية المختبرات هي how to increase solubility of slightly soluble compounds، وهذا الموضوع جدا مهم لسبب انه اغلب الدرجات هي اما هي organic weak acid or weak base، وبالتالي بما انه هي organic نتوقع انه هي solubility مالتها ضعيفة في خصوصا في الواتر، فلذلك نحتاج طرق حتى نزيد solubility مالتها. فاذا ذكرنا اول طريقة واخذناها واشتغلناها عملي، وايضا الطرق الاخرى ان شاء الله بعد قضاء الازمة ان شاء الله هم نشتغلها عملي. الطريقة الأولى كانت by increasing solubility by addition of co-solvent، وكان الكوسولفنت مالتنا الإيثانول. حقيقة اليوم المختبر الثاني أيضا يتكلم عن solubility، ونستخدم method جديدة to increase solubility of slightly soluble compounds. فبالبداية نعرف السوليبوليزيشن. إذا هي السوليبوليزيشن هي method of bringing into solution substance that otherwise insoluble. إذا هي method to increase solubility of insoluble compounds، يعني هاي الكامبونز اللي نريد نزيد solubility مالتها بدون إنه نستخدم methods هي insoluble، فإذا هي method of increasing solubility. فالطريقة الثانية المستخدمة ل to increase solubility of slightly soluble compound هي by addition of surface active agent، واللي هي رمزها ال SAA اللي هو مختصر surface active agent. هذول في طبيعتهم هم they are ions or molecules that have the ability to adsorb on interface because of position of polar or non-polar group. يعني ذولا هم ions or molecules، يعني هم فد مواد كيميائية شنو الخاصية بها؟ have the ability to adsorb on interface، يعني عندهم فد خاصية انه يرتبون وضعهم بين البولر والنون بولر molecules. يعني مثلا خلينا نقول احنا عندنا drug، الدرج قلنا هو organic، اذا هو هذا بولر، لو نون بولر راح يكون نون بولر. زين، وعندنا الواتر اللي هو شنو؟ اللي هو بولار جروب. فذول السيرفيس اكتيف ايجنت اللي هم قلنا ايضا هم مواد كيميائيه، ذول عندهم طرفين، طرف يكون بولر وطرف يكون نون بولر. فالبولر الطرف البولر مالتهم راح يرتب نفسه مع الووتر، على اعتبار الووتر هو بولر، والطرف النون بولر راح يرتب نفسه مع الدراج، على اعتبار الدراج هو اورجانيك مولكيولز. طبعا ذولا الايونز اور المولكيولز مصطلح يطلق عليهم نسميهم المونومير. المونومير هذا المونومير
هو تعبير عن الايونز اور المولكيولز اللي عندها هاي الخاصية. فاذا اي ايون اور مولكيول عنده خاصية انه في طرف بولر وفي طرف نون بولر نطلق عليه اسم المونومير. وذول المونوميرز من يتجمعون يصير لهم اجريجيشن شنو نسميهم؟ نسميهم المايسيل. فاذا المونومير هو مصطلح يطلق على اي مادة كيميائية عندها في طرف بولر جروب وفي طرف نون بولر جروب، هذا نسميه مونومير. التجمع مال مونوميرز نسميه المايسيل. طبعا المايسيل تتكون في اقل شيء من 50 مونوميرز، يعني كل مايسيل لازم يكون بها اقل شيء 50 مونوميرز. عندنا مصطلح اخر كريتيكال مايسيل كونستريشن السي ام سي، هذا يقول لك الكونستريشن ات ويتش ذا مايسيل فورم. فاذا هذا الكونستريشن اوف مونوميرز اللي عنده يكون المايسيل يتكون. فاذا اقل من هذا الكونستريشن المايسيل ما راح تتكون، و اذا اعلى او يساوي او اعلى من عنده راح تتكون المايسيل. فاذا عندنا ثلاث مصطلحات هنا. اولا المونومير، المونومير هو اي ماده كيميائيه عندها ايبوليتي، عندها ايبوليتي عفوا عندها في طرف بولر جروب وفي طرف نون بولر جروب، هذا نسميه مونومير. وتجمع هذا المونوميرز اللي هم قلنا 50 مونوميرز او اكثر راح يكونون المايسيل. والكريتيكال مايسيل كونستريشن هو الكونستريشن اللي عنده تكون المايسيل. طبعا المايسيل اللي راح تتكون من اجريجيشن اوف مونوميرز تعتمد في شكلها، راح طبعا تتكون عده اشكال من المايسيل. هاي المايسيل تعتمد في شكلها على الكونستريشن، الكونستريشن اوف اتس مونوميرز. يعني ال شكل المايسيل depends on concentration of its monomers، يعني ما يعتمد على طبيعة المونوميرز ولكن على شكله، لأن هسه راح نجي نعرف إنه أكو أكثر من نوع من المونوميرز. زين، فإذا المايسيل تكوينها يعتمد على الconcentrations مال هذا المونوميرز وليس على نوع المونوميرز. زين، فإذا إحنا عندنا three types of نعم، فعند بداية إضافة المونوميرز ومن نوصل لكريتيكال مايسيل كونستريشن بالبداية يتكون عندنا شكل سفيريكال، وبعدين يتكون شكل لامينار اللي هو مثل ما نقول خطي، وبعدين سلندريكال اللي هو أسطواني. فإذا ذولا من نبدأ نضيف السيرفيس اكتيف ايجنت يتكون سفيريكال تايب، وبعدين كل ما نزيد بالكونستريشن راح يتحول لللامينار ويبدي بعدين يتحول الى السيلندريكال. فاذا اتس ديبند اون عفوا اون كونستريشن اوف مونوميرز نوت اون تايب اوف مونوميرز. فهذه التايبات الثلاثه هاي تحفظ بالتسلسل. يعني مثلا من نقول الشيب مال مايسيل راح يتكون من نقول نعددهم، فتعدادهم يكون بهذا الاتجاه سفيريكال لامينار وسيلندريكال تصاعدي او تنازلي. احنا نرتب تصاعدي افضل، سفيريكال لامينار سيلندريكال، واي خربطه بهاي الاتجاه راح تكون خطا. يعني مثلا قدم سيلندريكال على لامينار هذا خطا، لان يعني قلنا الشيب مال مايسيل ديبينس اون اس كونستريشن of monomers not on type of monomers. طبعا هذا شكل المونومير. احنا قلنا المونومير هو اي مادة كيميائية عندها خاصية انه تكون في جهة نون بولر وفي جهة بولر، او نسميها هيدروفيليك بارت او والنون بولر نسميه هيدروفوبيك بارت. يعني هيدروفيليك بارت اللي هو البولر بارت، والهيدروفوبيك بارت اللي هو النون بولر بارت. فقلنا الهيدروفيليك بارت هذا راح يكون يتصل يعني ويا الووتر على اعتبار الووتر هو بولر، والهيدروفوبيك بارت راح يتصل مع الدراج على اعتبار الدراج هو اورجانيك موليكيولز نون بولر. فذولا عند تجمع المونوميرز راح يكونون المايسيل. قلنا هاي المايسيل اول ما تتكون سفيريكال، يعني هاي سفيريكال انا اتخيلها شكل طوبة وماخوذ بها مقطع عرضي. فهاي الكرة المأخوذ بها مقطع عرضي، على السنتر مالتها راح يكون aggregation of
drug molecules وتحيط شنو الهايدروفوبيك بارت قلنا على مود انه الدراج موليكولز هو اورجانيك ومن الخارج هذا اللون الاسود هذا هايدروفيليك بارت اللي هو الشيل اللي هو راح يتصل بالووتر وبذلك راح نقدر نذوب الانسوليوبل او سلايتلي سوليوبل دراج اللي هو اورجانيك موليكول في الووتر اللي هو هايدرو عفوا اللي هو بولار بطبيعته. طبعا ايضا تصنف المايسل according to their affinity into اما hydrophilic هذولا have affinity for polar molecules يعني loving water والليبوفيليك اللي هم have affinity for non-polar molecules والانفيفيليك اللي عده both for polar and non-polar molecules عده affinity for both انه يكون حجمهم من 1 نانومتر to 0.5 ميكرومتر و visible under electron microscope وفلتر by ultra membrane والى اخره. فاذا نعرف انه هم المايسيل يصنفون على انه colloidal dispersion. قلنا المايسيل مولكيول composed of outside part which are usually polar and inside part which are non-polar. All surface active agent can form a foam. كل السيرفيس اكتيف ايجنت تقدر تسوي فوم يعني تسوي مثل شلون نقول الصابون او الزاهي هذا الفوم اللي يتكون الرغوة كل السيرفيس اكتيف ايجنت وان شاء الله يعني من نرجع للمختبر نشوفكم اياها وشون نسوي الفوم مالتها. في تجربتنا يعني ان شاء الله اللي راح نشتغلها مستقبلا راح نستخدم مادة اسمها توين 16 هاي as surface active agent. طبعا التوين 16 هو اسم تجاري لمادة كيميائية قلنا هاي المادة الكيميائية بها خاصة انه تكون في جهة بولر وفي جهة نان بولر فيسموها اسم تجاري سموها التوين 16. طبعا ايضا اكو توين 80 وتوين 20 هذول يختلفون في كمية البولر جروبس والنان بولر جروبس يعني مثلا من نقول توين 80 هو عنده كل هواية بولر جروبس واقل من عندهم النان بولر جروب وتوين 20 عنده كل هواية نان بولر جروب واقل من عندهم البولر جروب فاذا ذول يختلفون في كميه البولر جروبس مالتهم والا هو اسم تجاري لتوين وهاي مثلا نقول 20 او 60 او 80 هي ترمز الى كميه البولر جروبس اللي محتويه في هذا المركب الكيميائي. طبعا البروسيجر ان شاء الله يعني نوضح لكم اياه من ناخذ هذا بالعملي ان شاء الله. الكيميكال فاكتور احنا مرينا عليه في ذاك المختبر او في مختبرات الكورس الاول. الكيميكال فاكتور هو number of grams of substance that equivalent to 1 ml of standard solution. هذا يعني انه كل مل من الستاندرد سوليوشن اللي نزله من السحاحه يكافئ كم جرام من الماده المجهوله. هاي ايضا الكالكوليشنز مال اكوفالنت ويت خاصه بالرياكشن اللي قاعد يصير بين السالسيليك اسيد وبين الصوديوم هيدروكسيد ان شاء الله نجي عليها ايضا بالعمل
هذا طبعا اخر شيء بعد ما نكمل ان شاء الله ونحصل على النتائج راح يكون عندنا نسوي رسم. هذا الرسم هو السالسيليك اسيد اس اي سالسيليك اسيد بيرسنتج فيرسز 2016%. فهنا نخلي بالاكس اكسس السالسيليك اسيد بيرسنتج قد احنا مخلين والتوين ايش قد احنا مخلين بيرسنتج هاي حسب البروسيجر مالتنا ونسقطهم على الاكس اكسس والواي اكسس حتى نحصل على الكيرف. ونلاحظ السوليوبيليتي قاعد السوليوبيليتي مال السالسيليك اسيد قاعد تزيد كل ما نزيد التوين كل ما نزيد الكونسنتريشن مال التوين باعتبار انه التوين هو سيرفيس اكتيف ايجنت ويزيد لنا السوليوبيليتي. واخيرا احنا قلنا I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. حقيقة بسبب الظروف الحالية فقدنا اخر جملتين I do and I understand and I see and I remember. بقت هاي فقط. فاحنا نتوقع انه يصير بيها forget لكن نفس ما قلنا لحضراتكم ما لا يدرك كله لا يترك جله. ونتمنى ان شاء الله ان نراكم على وشكرا جزيلا.